الروايه ملي بغا يقتلوا هذيك الدريه كيشنو السبب تتلقى لهذاك الدري تقتلو قتلو هويا ما يمكنش لا يعقل يقتل بنت خالته في الغابه لا يعقل. اما بنت ليها البلاصه يقتلها من يقتلها خليها تما في البلاصه علاش غادي بها نطلع 3 كولومبي جارها دير ليها سري في القيويه وغادي ب 3 كولومبي واخا عاودنا شنو وقع المشكل اللي وقع هو الدري خويا مع المغرب كان في الدار ما سمعنا الخبر حتى 12 ديال الليل تعيط لينا سعاده القايد من القياده قال لك اودي خوك اجي خوك راه ميت خوكم راه ميت سمعت ها هذا البارح خوكم راه ميت كانت خالتي ميتة خالتي هنايا قال لك اودي خوكم راه ميت فين ميت قال لك في الغابه مالو قتلو واحد علاش قتلو قال لك اودي قتلو كان تيهضر ليه مع بنته عام دابا تقريبا والسبب اللي كاين هو قال لك على بنتي علاش يهضر ليه مع بنتي هكشي علاش نقتلو بنت خالته هي اللي معاه كانت معاه يعني بنت خالته راه غادا ما يمكنش هو يقتل بنت خالته ما يمكنش لا يعقل هو يقتل بنت خالته غادي هو بنت خالته وغادي يقتلها راه حشومه من جناب الله وشكون قتلو هو من هو قتل بنت خالته شنو السبب جي نضربو وقتلتو كاين مشكل كبير تما خاصو مازال خاص الحكومه تهضر على هادشي بزاف ما عرفنا هادشي من خرج انا راه خالتي في الموتى ما عرفنا هادشي من خرج ما عرفنا شنو العلاقه بينه وبينه ما عرفنا شنو كان عنده علاقه مع بنتو قال لك شحال هادي تيقول هو تيقول شحال هادي قال لك كان تيهضر ليا مع بنتي هي ما كاين حتى حاجه تيقول لك تيهضر ليا مع بنتي وانت غيهضر لك مع بنتك وغادير لي ديك الحاله مسيفط خوه قال لي قتلهم بزنازه هادي اجراءات ديال المخزن اللي تيقولوا هاد الهضره هما اللي قالوا لينا هاد الهضره قال لك ها قالوا حنا قال مش لنا حتى حاجه انا قال لك ها داروا ها داروا مش لنا حتى حاجه اي صافي حنا خاصنا المهم هادشي ما نسكتوش عليه حنا خاصنا ضروري اجراءات قانونيه اجراءات قانونيه كان معايا في الطوموبيل انا كان معايا في الطوموبيل كنا في الكنازات خالتي كنا في الكنازات خالتي كنا في الكنازات خالتي جينا للدار الناس مشيت هاد خالتي الصباح درنا باش نديرو ثلاث ايام رجعنا تعيطوا لينا عيط لينا القايد قال لك اودي راه خوكم ميت في الواد هادشي اللي كاين هو هذا والمخزن دابا راه يدير الاجراءات ديالو وهادشي انا ما نسكتوش عليه هادشي اللي كاين خويا تنطالبوا الحقوق ديالنا المخزن يخدم خدمته تنطالبوا شخونا اللي مشى غنجبروه خونا اللي مشى ما غنجبروش ما عمرنا غنجبروه وهاديك الدريه مسكينه اللي ماتت بنت خالتي غنجبروها حتى حنا بغينا يكبر ويدير وليدات ويخدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم ويزيدوا في المستقبل القدام حشومه من جانب الله حتى شي واحد ما يبغي هادشي هذا